الله، مرحبا بك. مرحبا بك إيمان، مرحبا بالضيف ديالنا سي نسيم، بارك الله عليك. الله يطول عمرك. مرحبا بكل مشاهدينا. الاختيار طبعا اللي درتيه اليوم موضوع عنده طابع اجتماعي. طبعا إيمان، الحكومة المغربية صدقت على مرسوم يقضي باستمرار تقديم الدعم المباشر للنساء الأرامل، وخصوصا لفوضعية هشة والحاضنات الأطفال ديالهم اليتامى، في انتظار تفعيل التعويضات العائلية في إطار الحماية الاجتماعية اللي أمر بالتنزيل ديالو هذا المشروع العاهل المغربي الملك محمد السادس. يعني هذه المسألة ديال دعم الأرامل من خلال عدد من البرامج وعدد من المبادرات طبعا وتفاعلوا رواد المنصات الاجتماعية معها. طبعا كاين تفاعل، وهذه المسألة سألت النجاعة ديال الدعم الحكومي، وواش هذا الدعم كافي بالنسبة لهم، لأن ما كتجاوزش تقريبا 1500 درهم الآن امرأة عندها ثلاثة ديال اليتامى، وهذه المسألة واش كافية ولا ما كافياش. وبزاف ديال رواد مواقع التواصل دعاوا الحكومة باش أنهم يوفروا فرص شغل ملائمة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية ديال هذه الفئة التي ترعى اليتامى طبعا. نعم، نشوفوا التدوينة ديالكم مع هذا الموضوع. التدوينة الأولى كتقول صاحبتها الله يحسن عون الأرامل اللي توفوا أزواجهم وكانوا معولين عليهم ماديا، وهذه عبرة النساء كاملين باش ما يعولوش على أزواجهم في المصاريف، حيث الوقت والزمان هذا اليوم معاك وغدا خطاك. تدوينة ثانية كيقول صاحبها لم أفهم لماذا تم إقصاء النساء الأرامل غير الحاضنات، راه تاهما عندهم الحق في الدعم، وأن الحكومة توفر لهم فرص شغل تليق بوضعهم الاجتماعي باش يكون عندهم دخل يعيشوا به بكرامة وما يكونش عالة على المجتمع. تدوينة ثالثة كتقول الدعم ما كافيش، خصوصا مع غلاء الأسعار، قيمة الدعم واش غادي تكفي الأم الأرملة باش تكري وباش تاكل وتعيش هي ولادها، خاص حلول اقتصادية أكثر نجاعة لإدماج هذه الفئة في مجال الشغل ويكونوا عندهم امتياز. نشوفوا هذا المقطع ديال المتحدث الرسمي باسم الحكومة كيتكلم على هذا المجتمع. اليوم القانون الجديد 0921 المتعلق بالتغطية الاجتماعية كيتكلم على تعويضات جديدة سوف تعممها الحكومة أواخر هذه السنة هذه بناء على التوجيه الملكي وبناء على هذا القانون اللي تكلمت عليه. لكن في هذه المرحلة الانتقالية ما بين يناير وإلى حين دخول هذا التشريع الجديد المرتبط بالدعم الموجه لك العائلات اللي عندهم 7.7 مليون طفل و 3.5 مليون عائلة اللي في وضعية هشاشة، سوف يتم المحافظة على هذه الحقوق التي كانت تستفيد منها هذه السيدات. طبيعة الحال هذه فترة انتقالية في انتظار تفعيل كل مقتضيات برنامج ومشروع الحماية الاجتماعية اللي غيهم هذه الفئات وفئات أخرى كذلك. صدقا الدعم مهم، ولكن كيف ما جا في هذه التدوينات وكيف ما قلنا الأهم هو أن هذه الناس يكون عندهم مدخول مالي، وهاد الأرامل يكونوا منتجات ويكونوا عندهم إشراكهم في الحياة الاقتصادية تماما، موارد خاصة إلى جانب هذا الدعم. شكرا لك. شكرا لك. بوزيدير.